حياكم من جديد مشاهدينا الاحبه المتابعين لبرنامج قهوه الصباح. على بركه الله نبتدي المحطه والوقفه الاولى اللي راح تكون ان شاء الله تعالى عن موضوع جدا مهم يهم مختلف شرائح وفئات المجتمع. تحديدا نتكلم عن احد الامراض وهو الامراض الوراثيه. نتكلم عن هذا العلم بشكل عام من خلال وجود انسان مختص اللي هو الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، اختصاصي علم الجينات والوراثه الجزيئيه بالمركز الوطني للصحه الوراثية بالمستشفى السلطاني. دكتور مسلم صباح الخير وسعيدين جدا بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. صباح النور أخي سيف، اسمح لي أرحب بك وأرحب بالسادة المشاهدين، ونتمنى إن شاء الله نقدم رسالة إعلامية فيما يخص الموضوع وتكون إن شاء الله مفيدة بإذن الله. إن شاء الله تعالى. دكتور مسلم، إحنا فعلا سعيدين بوجودك اليوم نتحدث عن هذا الموضوع الجد المهم، لربما تطرقوا عليه بشكل كبير، ولكن أيضا إحنا من باب التذكير ومن باب التأكيد أو أيضا إضافة بعض المعلومات اللي قد تكون غائبة عن البعض المشاهدين الحين يتابعونا، لا سيما أيضا الآباء الأمهات الحين يتابعوا برنامج قهوة الصباح. لذا نبدأ بالبداية، المصطلح المفهوم عندما نطلق مسمى الأمراض الوراثية فما الذي نقصد به؟ نعم، هو حقيقة المرض الوراثي هو الصفة الظاهرية التي يمتلكها الإنسان، سواء كانت صفة طبعا إيجابية كالظهر الطبيعي أو أنها تكون صفة مرضية. نعم. كيف تنتقل من الآباء إلى الأبناء ثم الأحفاد وهكذا؟ نعم. طبعا انتقال الصفة الوراثية هذه مثل ما وصفتها يتم عبر آلية معقدة تم تفكيكها وبيانها مؤخرا، مما ساعد وانعكس إيجابيا على سبل الوقاية المطلوبة وعلى سبل العلاج كذلك المتطورة اللي بنتكلم عنها إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. طيب، في واقعنا في عمان هنا حقيقة إحنا نملك مخزون طيب يعني من المعلومات الموجودة. أي نعم. وقاعدة البيانات اللي إن شاء الله راح تأهلنا في بدايتنا في مركز الوطني للصحة الوراثية. نعم. إن نقوم بما يجب من أجل الحد من تنامي معدلات الإصابة. طبعا معدلات الإصابة بالأمراض الوراثية موجودة في كل دول العالم، وين ما كان في مجتمع، صحيح، وين ما كان في تزاوج وآباء وأبناء وأحفاد بتكون موجودة أكيد. لكن ما يقلق هو أن فعلا الصفة الوراثية المرضية عندنا لو عرفنا النسبة، فاحتمالية أن يولد طفل مصاب بأحد العيوب الخلقية ابتداء من أصغرها إلى أكبرها في عمان تقريبا من 5 إلى 7%، بينما على المستوى الدولي هي 4.4%، فهناك مشكلة. عندنا لو قسمنا الأمراض الوراثية احنا راح نقول يعني أشهرها وأكبرها طبعا أمراض الخلل الكروموسومي. والخلل الكروموسومي يتمثل سواء زيادة عدد الكروموسومات ما ينتج متلازمات مرضية معينة أو نقصانها. تقريبا 28.4% من الحالات المسجلة في عمان هي نتيجة الخلل الكروموسومي. نعم. عندنا 51% ما يسمى بأمراض الخلل الجيني الواحد. نعم. احنا نعرف ان الكروموسوم مكون من مجموعة من الجينات، والجين هو البروتين اللي يظهر الصفة الوراثية او يظهر الصفة الوظيفية اساسا. جميل. وبالتالي اذا حدث في خلل، نعم، ممكن ينتج عندي مرض وراثي. نعم. تبقى شيء بسيط 21% البقية اللي هي امراض الخلل الايضي اللي هي احنا نسميها امراض الغدد الصماء وغيرها. قاعدة البيانات هذه راح تساعدنا كثير ان شاء الله في وضع الخطط، الهدف منها هو الحد من تنامي المعدل وتوفير سبل الوقايه. جميل جميل جدا، واحنا ان شاء الله تعالى من خلال ايضا هذا حوارنا راح يكون شيق وممتع، وراح نبسط قدر الامكان ان شاء الله تعالى من اللغه اللي راح نستخدمها ان شاء الله تعالى. اعرف في مصطلحات طبيه وغيرها لازم تكون حاضره، ولكن ايضا ان شاء الله تعالى مشاهدينا ومتابعين راح تستفيدوا، وبامكانكم ايضا التواصل معنا في هذه الفقره لكل من حاب يتواصل معنا يطرح سؤال معين بامكانه من خلال الرقم المباشر للبرنامج 24 94 3701 24 94 3701. والأرقام إن شاء الله تعالى راح تكون وراح تظهر تباعا على شاشة التلفزيون. وإحنا نواصل حديثنا مع الدكتور مسلم، نتكلم اليوم عن الأمراض الوراثية. الدكتور مسلم، يعني أنت لربما تطرقت إلى بعض الأشياء المرتبطة بالأمراض الوراثية، لكن خلنا نقول بشكل عام كذا، كيف شايف بما أنه وجودك في هذا المحيط وفي هذا المجال، كيف شايف مدى وعي الناس معلوماتهم الثقافية المجال المعرفي بموضوع الأمراض الوراثية؟ هل فعلا إحنا محتاجين، وجهود ما شاء الله المركز الوطني للصحة الوراثية أيضا لهم جهود جبارة في هذا الموضوع، ولكن بشكل عام كيف شايف مدى وعي الناس بهذا الموضوع؟
نعم أشكرك أخي سيف، هذه نقطة جدا مهمة. حجر الأساس في التدخل العلاجي والوقائي للأمراض الوراثية يمثل في الوعي العام. الوعي العام صحيح. لا تستطيع أن تفعل شيء لصفة خلقية وجدت في الوقت الحالي على الأقل، يعني صحيح. العلاج الجيني طبعا يأتي ربما إن شاء الله في المستقبل، نعم. لكن في الوقت الحالي لا نستطيع أن نفعل شيء سوى إن يعني الوعي بالمشكلة وبالتالي التعامل معها للحد من تناميها. صحيح. احنا نراهن على الوعي العام للمجتمع العماني اللي اثبت طول مده احتكاكنا معاه انه متميز وان ان شاء الله راح يؤدي الى نتائج ايجابيه ان شاء الله. فقائمين بجدول حقيقه نفعل كل وقت هو يعني احنا نبغى نطلع من اطار المحاضرات الروتينيه، عارف يعني الناس اصبحت الحين وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيه الحديثه نحاول نوظفها. احنا عندنا قناه في اليوتيوب حقيقه حاطين فيها جميع انشطتنا، وبالتالي ان لم تتمكن في حضور هذه الفعاليه فبامكانك ان تراها، تطلع عليها من خلال هذه القنوات. وعقد كذلك احتفاليات اليوم المفتوح، احنا عندنا كل سنه يعني نحاول بتاريخ 14 نوفمبر ان نعمل يوم مفتوح كامل. أيوة. حتى نفتح فيه مجال الارشاد الوراثي اللي كنت بتكلم عنه برضه. حلو. مهم ان شاء الله. طيب بجانب الوعي هناك كذلك احنا نحاول اشراك الفرد الحاضر او معنا اشراك الفرد سواء من العائلات المصابه او من الناس المتطوعه، اشراكهم في نشر التوعيه اكثر. فنحاول نعقد ورش عمل كذا ما يسمى بالادلت ليرنينج او تعليم الكبار، يعني انهم يكونوا جزء من وضع الخطط وناخذ اقتراحاتهم ويتم تنفيذها. ممتاز. المركز الوطني وضع من اجل ان يعمل بهذا الاتجاه، هو ولد ليتطور وكذلك احنا ابتدينا من حيث انتهى الاخرون، نسابق الزمن حقيقه. ما يشعر بالفخر والفرح حقيقه انه الدعم المستمر من قبل معالي الوزير شخصيا لهذا المركز. نعم. من اجل ان يؤدي وظيفته بشكل ارقى وافضل باذن الله. نعم. طيب احنا ذكرنا التقسيمات الرئيسيه بس ما يشغل بالنا حاجتين حقيقه في عمان، المتلازمه الداون شيء مقلق. نعم. 3.5 هذه يولدوا من كل 1000 ولاده حيه عندهم متلازمه داون، وهذا شيء امر يدعو يعني للبحث فيه. نعم. وعندنا كذلك امراض الدم الوراثيه، طبعا هي اكثر شيوعا. صحيح. احنا عندنا 10% من العمانيين يحملون جينات مرض الانيميا المنقليه. صحيح. وعندنا يولد كل سنه من 3.5 الى 4.7 من كل 1000 ولاده حيه، هذول عندهم احدى امراض الدم الوراثيه الثلاثه. نعم. اللي هي الانيميا المنقليه والثلاسيميا ونقص الخميره. عندنا كذلك نقص الخميره، طبعا هو يكاد يكون مرض لكن يحتاج لبعض الاحتياطات. اكيد. نحاول بتجميع قاعده البيانات هذه ان شاء الله ان وبدينا هذا الشيء في تخصيص عيادات متخصصه في المركز الوطني للصحه الوراثيه. نعم. الحين بعد ما فك الجينوم البشري وجد ان لكل ظاهره مرضيه ايا كانت ابتداء من الامراض السرطانيه الى امراض القلب الى امراض الاعصاب عد الى نهايه القائمه لها مسبب وراثي في المكون الجيني، وبالتالي هنا اصبح عالم الطب كله انتقل للجانب الوراثي. نعم. نحاول او بدأنا تفعيل بعض العيادات المتخصصه، عندنا عياده ما يسمى بمرض الهانتينغتون وهو نوع من امراض الاعصاب الوراثيه. ايوه. هي تتعامل مع عائلات معينه بشكل دوري ومنظم، عندنا عياده خاصه بمتلازمه داون باعتبارها مشكله مؤرقه فعلا، نحاول قدر الامكان توفير سبل الرعايه الكامله من اجل رفع جوده الحياه، مثل ما قلت لك اخي سيف احنا لا نستطيع ان نغير واقع يعني الحصل او الخلل اللي حصل في الجانب الخلقي في الموضوع، ولكن بإمكاننا توفير الجوانب الحياتية من أجل رفع جودة الحياة وأن لا يكون يعني عضو عالة، بالعكس يكون عضو منتج. لو ترك الطفل المولود. أيوة. اللي عنده إعاقة سواء ذهنية أو حركية أو سمعية ترك من غير تدخل هذا راح تزيد إعاقته أكثر. صحيح. صحيح. أنا بحكم خبرتي شاهدت نتائج مبشرة حقيقة ومفرحة لناس تم التدخل معهم وأصبحوا أكثر إيجابية من غيرهم. صحيح. نسعى بإذن الله. والجهود الحكومية، الجهات الخاصة، أيضا الفرق التطوعية بمختلف أشكالها وأنواعها، الكل يعني يسعى قدر الإمكان أنه يهتم بهذه الفئات سواء الفئات المرتبطة بالأمراض الوراثية أو غيرها، الإعاقة الذهنية. هو عمل. نعم. عمل جبار. نعم. ومجهد حقيقة، نتمنى أن نقدر نحقق هذا الشيء والأجيال القادمة إن شاء الله راح تكون بدور أكبر بإذن الله. إن شاء الله تعالى. السفينة تحركت وراح تمشي بإذن الله. نعم. إذا أيضا نتطرق إلى عشان نكون أيضا نقرب الصورة أكثر للمشاهدين دكتور مسلم. نعم. يعني الأسباب العوامل الاجتماعية. صحيح. اللي تساهم بشكل كبير في زيادة معدل الأمراض الوراثية في السلطنة أو خلينا نقول في المجتمع بشكل. صحيح. صحيح. هو يعني ما زال في كل مكان في العالم حقيقة. نعم. حتى العالم المتطور في مجال الأمراض الوراثية. أيوة. والتشخيص الجيني الأسباب ما زالت يعني تتوالى كذا يتم اكتشافها فترة بعد فترة، لم تتضح القائمة ككل، ولكن. نعم.
احنا عندنا 51% من الامراض الوراثيه احنا نسميها امراض الخلل الجيني المتنحي. نعم. المتنحي بمعنى كي يولد طفل مصاب لابد ان يكون ابويه حاملين للصفه المرضيه. نعم. وعاده حامل الصفه المرضيه لا تظهر عليه الاعراض، وهنا المشكله. يعني قد يكون فينا شخص حامل للصفه المرضيه وما عنده اي اعراض، تزوج من شخص اخر حامل نفس الصفه المرضيه، وبالتالي في امكانيه صحيح. انجاب طفل مصاب. صحيح. 51% اكثر من النصف. اذا ما نسعى له حاليا ان شاء الله هو ما يسمى بعمليه الفحص قبل الزواج. أيوه. الفحص قبل الزواج هذه نقطه جدا مهمه. صحيح. ولازم نضع صحيح. عليها يعني اكثر من خط تحت هذه العباره. حتى نريد نطلع من الفحص قبل نعم. الزواج الى صحيح. الفحص العام. نعم. ونخليه ما يسمى مثل برامج السكرينينج بروجرامز او نعم. برامج بشكل دوري دائما. يعني انت تسعى قدر الامكان تروح للطبيب للعياده المختصه وتقرا فحص شامل عن كل الامراض، مش فقط الامراض الوراثيه والتعرف عليها. ولذلك قامت الوزارة بإنشاء المركز الوطني للصحة الوراثية. احنا مرتبطين بمراكز دولية كثير وفي تعاون دولي مستمر. الفحص قبل الزواج حاليا في السلطنة ومعظم دول مجلس التعاون حقيقة هو مختص بأمراض الدم الثلاثة. احنا في خطتنا باذن الله متى ما توفرت الامكانيات، وفي سعي جاد من هذا الموضوع ان شاء الله من قبل الوزاره ومن معالي الوزير شخصيا حقيقه جميل. من اجل توفير يعني الامكانيات على حسب الاحتياجات اللي تبين صحيح. الاحصائيات في التوسع في فحص قبل الزواج ليشمل امراض جينيه مختلفه. وهذه بعض الصور اللي طبعا تظهر للمشاهدين. نعم هذه في العمل في المختبر. نعم طبعا المركز اللي عنده قسم المختبرات اللي هو اهم قسم فيه. أيوه. مع قسم العيادات وقسم التعليم. نعم. عمليه التعليم اخي سيف مهمه جدا، ليس فقط للناس يعني وانما للكادر الطبي نفسه. نعم صحيح. اللي حصل ان فجاه في العشر سنوات الاخيره تطور مذهل حصل في مجال الامراض. نعم التشخيص الوراثي. بالتالي المعلومة اللي عند الكادر الصحي ربما راح تتباطأ مما يخلق يعني فجوة كبيرة بين ما اكتشفه حديثا وبين المعلومات المتوفرة لدى الأطباء، وهذا راح يأثر على سير الخدمة. احنا دورنا احنا نضيق هذه الفجوة صحيح. عن طريق المحاضرات الدورية. استخدمنا كل وسائل التواصل الاجتماعي. احنا عندنا الحين كل اسبوع ننتج فيلم او يعني تعليمي خاص بالأطباء اسبوعيا يرسل لجميع الأطباء في السلطنة من صلالة الى حد مسندم. عندنا ورش عمل ان شاء الله راح بهذه السنه بالذات في كل منطقه راح يكون لنا زيارات من اجل انشاء موقع تعليمي للاطباء في مجال الامراض الوراثيه. نعم. هذا رجعا للي قلت لك يا قبل اخي سيف ان الجميع الطب الحين اتجه للجانب الوراثي. نعم. واحنا نبى نواكب هذا الشيء وان شاء الله ان شاء الله نتمنى النجاح باذن الله. نعم. ايضا من باب التاكيد لجميع المشاهدين ولكل المتابعين نرجع الى اهميه الفحص ما قبل الزواج. صحيح. والفحص العام الشامل بشكل عام دكتور. نعم. بسلام. الفحص قبل الزواج هو الخطوه المثاليه الوحيده من اجل الحد من تنامي معدلات الاصابه. نعم. صحيح. وهو فقط يعني حاليا احنا مثل ما قلت لك في امراض الدم الوراثيه. نعم. امراض الدم الوراثيه بما انها مشكله كبيره بما انها تتصدر المعدل اذا التوجيه كان عليها. نعم. فاللي هي امراض الانيميا المنجليه يعني اللي تسبب آلام متكررة للأطفال، طبعا الثلاسيميا اللي تحتاج إلى نقل متكرر شهريا، ومشاكل أخرى مما يخلق طفل معاق حقيقة من هذا الشيء. نعم. فالفحص يتم عن طريق هذا الشيء مفتوح في كل مجال. جميل. نريد نقفز القفز الأخرى مثل ما خبرتك أخي. نعم. نتوسع الحين. نعم. إن نشمل أمراض أخرى معه بإذن الله. وسؤال أيضا آخر دكتور مسلم في ذات الموضوع يعني في ذات المحور هذا، ما أعرف كيف شايف أيضا إقبال الناس على هذه. نعم. العملية. صحيح. الفحص. صحيح. ما قبل الزواج أو الفحص الشامل بشكل عام. هو أنا دائما أقول المشكلة مش في إقبال الناس، المشكلة يبدو المشكلة إحنا ما وصلنا الرسالة. نعم. إحنا ما وصلنا الرسالة. نعم. ودائما أنا أحط أمامي إن لا لسه في كثير. الواحد ربما ما يبالي أو يتهاون ويقول ما لنا بذك الأهمية الكبيرة القصوى، وهذا ناقم أكيد عن قلة وعي لربما. يعني مش بالضبط أخي، ولكن أقصد في جهود أخرى إن شاء الله إحنا مطالبين نعملها أكثر فأكثر. نعم. إحنا مطالبين إن نتوسع أكثر في مجال التوعية. صحيح. الناس من خلال خبرتي معاهم والعمانيين بالذات يعني حقيقة شعب مثقف جدا واعي بشكل كبير ويتفاعل مع المعلومة، وناس تجي عندي على أساس تستفسر عن حالات معينة، وبالتالي الرغبة في البحث موجود وهذا ما نبني عليه. إن شاء الله المفروض من نكثف هذا. طبعا دور رئيسي لكم في الهيئة العامة يعني دور كبير، ونثمن ونشكر يعني حقيقة ما قصرتوا في هذا المجال وساعدتونا وراح تساعدونا كثير. فتوسعة التوعية والمعلومة هي اللي راح تجلب الناس لهذا الفحص أكثر. نعم. نعم ما زال الإقبال على هذا الفحص ليس بشكل مشجع. نعم. ولكن أعتقد أن احنا بحاجة إلى مزيد من التوعية، كذلك بحاجة إلى التنوع. أخي سيف احنا نبغى نطلع من مثل ما خبرتك الروتين هذا. صحيح. واحد يجلس وراء طاولة ويتكلم، الناس أصبحت ما تتقبل هذا الشيء. صحيح. في العصر الحالي
يجب تفعيل. ولكل جديد لذة وقبول وكل قديم في الزمان ملول. وفي الواحد نحاول قدر الإمكان ونسعى جاهدين أن نوجد الطرق الحديثة المبتكرة ونواكب أيضا العالم في مختلف المجالات. معرف ما شاء الله جهود المركز الوطني أو خلنا نقول الحكومة بشكل عام أيضا كذا الدولة أكيد يعني المبالغ التي تصرف أيضا في عملية التوعية لهذا المجال. معرف كيف تعليقك على كم تقدر كم تكلف تقريبا؟ وحقيقة كإنشاء وكمبنى وكتكلفة تكلف المركز أكثر من 7 ملايين ريال. القضية إن يعني الأموال تهون من أجل توفير، لأن أنت بحاجة إلى عضو منتج في الوطن، وهذا ما تهدف له وزارة الصحة والحكومة بشكل عام. وإحنا تحت القيادة الرشيدة إحنا نعتبر مواطنين من الدرجة الممتازة كعمانيين، وبالتالي توفير مثل هذه الخدمة الراقية حقيقة. اليوم القطاع الصحي في كل مكان في العالم يقيم حاليا بوجود مركز بحثي متخصص في الأمراض الوراثية، وهذا ما سعت لعمان من 2002. من 2002 وضعت الخطط وأنشئ في 2007 وبدأ التفعيل 2012. مثل ما قلت الحين المركز هذا ولد ليتطور ويتنامى إن شاء الله. إن شاء الله. تكاليف طبعا كبيرة، ولكن الأوتكم أو المخرج إن شاء الله راح يكون أفضل بكثير. أنت تخيل طفل يعني إذا قدرت تمنع وجود أو تحد من إعاقة. الإعاقة هذه تكلفة علاج. هذا اللي ترى اللي أريد أقصدك يا دكتور، يعني العلاج الفرد الواحد ربما مكلف جدا، تكلف تقريبا وتغيير الدم نفسه وغيره. صحيح. شوف مراجعين الطوارئ في الأنيميا المنقلية وكم يأخذون من الأدوية. صحيح. هذا بجانب إنك يعني أداء الفرد نفسه هذا راح يقل، وبالتالي الوطن راح يتأثر. لذلك العمل من أجل الحد من تنامي هذا المعدل هو هدف كبير أكبر من أي صرف يصرف عليها. كذلك احب اثني يعني على المجهود مع الوزير وسعاده الوكاله حقيقه. دعم غير محدود، واكيد ايضا ربما التكلفه الماديه في هذا الموضوع جدا كبيره يعني الدكتور، يعني طبيعي للمجتمع طبيعي بشكل عام، وبث التوعيه بمختلف الوسائل بمختلف القنوات يعني اكيد مكلف. والواحد ايضا لازم اني كشخص لازم ابادر ايضا في استقاء المعلومات الثقافه في هذا الموضوع بحيث يتحقق الهدف من هذه الدعايه الاعلانيه بشكل عام عن هذا الموضوع وأيضا طرق الوقاية منه بإذن الله. ومثل ما قلت أخي سيف، أنتم في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عضو أساسي، بل عضو رقم واحد في مجال التوعية، وما قصرتوا واجبنا طالع. ما قصرتوا معانا، وان شاء الله نتمنى المزيد في الخطط القادمه باذن الله. باذن الله تعالى راح نواصل دكتور معك الحديث، لكن ننتقل مباشره الى اسئله المتصلين لكل من حاب يتواصل معنا. مشاهدين الاحبه طبعا ارقام هواتف البرنامج ظاهره على الشاشه وتظهر ان شاء الله تعالى تباعا. ما اعرف ناخذ مكالمه الحين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير اختي، كيف حالك؟ الحمد لله. يعطيك العافيه. معنا ام حسين. معك. حياك الله ام حسين. مباشره اليوم معنا دكتور مختص في الامراض الوراثيه، ما اعرف عندك سؤال معين؟ عندي ولا باي اعرف يعني هذا الفحص مال قبل الزواج. ايوه. انا عندي ولد الحين بيتزوج الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله تم مبارك له مقدما. بس امين ان شاء الله، الله يبارك فيك. بس حبيت أسأل يعني إذا الفحص قبل الزواج يسويه قبل أن يروح يتقدم أو من بعد الزواج؟ سؤالك واضح، شكرا لك يا أم حسين بارك الله فيك. هو ربما نفس النقطة دكتور مسلم، أهمية الفحص ما قبل الزواج. أنا خلال حواري قلت لك سيف إنه بنطلع حتى من كلمة قبل الزواج. صحيح. طبعا بحكم خبرتي في هذا المجال انا احتكيت باوضاع، انا اعتقد صحيح. ام حسين تقصد ان ما بعد الزواج يكون اصعب، او حتى اثناء النيه على عقد الزواج او الخطبه يكون اصعب بكثير. يوم يبدا الارتباط العاطفي. وعليكم عندنا اتصال. السلام عليكم. السلام. يا مرحبا وسهلين، حياك الله. الله يعافيك وسهلا. كيف صحتك؟ مرتاح؟ بخير. كيف حالك؟ الحمد لله بخير ونعم وشاكين باس. والله عاد سعيد. من معنا؟ سعيد القليبي من أولاد المنطقة الوسطى. حياك الله أخوي سعيد، وسعيدين بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. عندك استفسار معين؟ هو عام أخوي الوالدة فيه شو الورثة، يمكن فيه هذا الربو مع اللفة وتفسر عليه عيالي وتفسر عليه شيء وشيء. ربو اللفة. سامع دكتور؟ نعم. أنا ما نعم. قادر أسمع بشكل الربو يتكلم عن الربو. نعم. أيوه أخوي سعيد. صوت اتقطع ربو قول السكينه ربو. فهمت السؤال. شكرا لك اخوي سعيد. ما اعرف ربما عندك مشكله في الصوت فعشان كذا ما سامعك بشكل جيد، فلك كل الشكر. عموما الدكتور سمع سؤالك وسؤالك واضح، شكرا لك. دكتور تكلم عن الربو الاخت ام حسين. نعم. فيفضل ان يعني الفحص يقام قبل، ولذلك اثناء عمليه التوعيه والالتقاء بالناس احنا دائما نقول هم توجهوا خصوصا اللي عندهم تاريخ عائلي يعني. نعم. في المجال الامراض الوراثيه امراض الدم اللي اتكلم عنها. صحيح. فيت
توجهه قبل من اجل اجراء الفحص. كذلك في مشاريع اساسا لفحص الطلبه في المدارس، وبالتالي يعني ما نريد نوصل او نقلل من مرحله اثناء الخطبه ما بعد الخطبه، ولكن طبعا الفحص اذا تم حتى لو بعد الخطبه حتى لو بعد الزواج، لان في عندنا عمليه الارشاد الوراثي. الارشاد الوراثي هو تفسير الحاله الوراثيه للطرفين سواء الزوجين، وبالتالي في حلول. صحيح الحلول شوي صعبه بعد الزواج، ولكن موجوده، لا يمنع من هذا الشيء. عندنا تقنيات حديثه موجوده ان شاء الله، نسعى حتى في تكوينها في السلطنه باذن الله، اللي ما يسمى بتقنيه البي جي دي. وتقنيه البي جي دي هي حتى لما يكون الطرفين حاملين هناك يعني احتماليه ان يعني يتم انجاب طفل سليم، ولو ان العمليه صعبه ونسبه نجاحها لا تتعدى 30%، لكن كحل موجود. طيب سؤال الأخ الكريم يتكلم عن ما يسمى بالوراثة المتعددة الأسباب. يعني مثلا نلقى في بعض العائلة، في بعض العوائل عندهم قابلية لحدوث المرض المعين، يعني أمراض الضغط، أمراض القلب، أمراض الربو تلقاها، أو ضيق الصدر، يعني لو مثل ما فهمت السؤال أتمنى ذلك إن شاء الله. فكذلك في العائلة يكون عندهم قابلية أكثر. هذه الطفرات الجينية أحيانا تكون ما يسمى بالجينات المساعدة، الموديفاير جينز، أحيانا في بعض العائلات. يعني مثلا شخص ما تعرض لظرف معين وشخص آخر تعرض لظرف معين، هذا يتأثر وهذا لا، برغم نفس الكلين عنده قابلية أكثر، والقابلية طبعا على تكون وراثة عائلية، هذا يندرج تحت الوراثة المتعددة الأسباب للنوع الثالث. جميل جدا. وأيضا من كل المشاهدين لكم الحال يتواصل معنا على أرقام هواتف البرنامج، الأسئلة والمجال أيضا مفتوح لكل من حاب يتواصل معنا في البرنامج، معرفة كل التفاصيل المرتبطة بالأمراض الوراثية. لربما يعني هذا الموضوع يؤرق الكثير من فئات المجتمع، الآباء، الأمهات، ولي الأمور، الشباب، الشابات في هذا الموضوع الدكتور مسلم. ونرجع مجددا إلى ضرورة وأهمية التوعية في هذا الجانب، لربما لو كانت التوعية، لو كان الوعي حاضر في هذا المجال، لربما قللنا وبشكل كبير جدا من معدل الأمراض الوراثية. صحيح دكتور؟ هي الحل. أنا أثني على كلامك أخي سيف، هي الحل ولا يوجد حل آخر. لأن مثل ما قلنا المرض الوراثي لما يحدث من الصعب التعاون معه على في الوقت الحالي. صحيح. إذن ما الحل؟ الحل هو تنمية الوعي والارتقاء بالمستوى المعرفي للناس. صحيح. وهذا هو راح يكون. وحتى الدكتور يعني بيكلف عليه، يعني خلينا نقول يقلل من هدر الميزانيات الكبيرة. بالضبط. المبالغ، الأموال التي بالضبط. تصرف في هذا المجال. لا، لما تكون التوعية حاضرة وعند أفراد المجتمع قابلية وعندهم المبادرة أيضا في التعرف على كل هذه التفاصيل، فخلاص إحنا قللنا بشكل كبير يعني. صحيح. الأموال التي تصرف في صحيح. مجال التوعية. صحيح. ولذلك المركز اللي عندنا يعني هو مش فقط مختبرات وعيادات. نعم. هناك مثل ما قلت لك قسم التعليم والإرشاد الوراثي. قسم التعليم اللي يعنى بالكادر الطبي، لأن أنت عشان يعني تنمي وعي الناس في هذا المجال بحاجة لازم الكادر الطبي مقدمين الخدمة. نعم. صحيح. يعني يكونوا ما يسمى تحديث أو أبديتد. نعم. لأن مثل ما قلت لك أخي سيف في العالم تطور مذهل ومرعب حقيقة في هذا. صحيح. المجال اليوم فك الجينوم البشري، اليوم عرفوا أن بعض الناس يستجيبوا لدواء معين وناس لا يستجيبوا له، وخصوصا المرض السرطانية. صحيح. في عندنا وراثة دوائية، أحيانا كان يعطى مريض السرطان سابقا دواء معين وتسوء حالته، نفس المرض السرطاني عند شخص آخر يعطى الدواء ويشفى وما كان مفهوم السبب. اليوم تمكننا أن نعمل تحليل قبل ونقول للطبيب لا، هذا يناسب هذا البروتوكول برنامج وهذا يناسب هذا البروتوكول، والخطوات تتوالى. طبعا احنا يعني نتمنى ان شاء الله ان نساير ما يحدث في العالم ونسعى جاهدين لذلك، ولكن عندنا احتياجات وعندنا اولويات وعندنا احصائيات نبني عليها. لكن الهدف في النهايه المتفق عليه هو ان صحه المواطن يجب ان تكون صحه منتجه. صحيح. وهذا صحيح. ما نسعى ان شاء الله، وهذا اللي يسعى طبعا له دور المركز الوطني للصحه الوراثيه. وانتم دوركم ايضا الاباء الامهات ايضا يعني ضروره انكم تبادوا بانفسكم ايضا في عمليه التثقيف، في عمليه المعرفه في هذا المجال قدر الامكان. انكم ايضا عمليات التواصل مع المركز الوطني للصحه الوراثيه، متابعه وسائل وقنوات التواصل الاجتماعي بمختلف اشكالها وانواعها للتعرف والتثقف في هذا الموضوع الخاص بالامراض الوراثيه. مثل ما قلت لك سيب عندنا قناة في اليوتيوب. نعم. فقط اكتب المركز الوطني للصحة الوراثية راح تظهر لك هذه القناة. نعم. نحاول قدر الإمكان نحط فيها جميع الانتاجات الإعلامية التوعوية. نعم. جزء مهم مثل ما قلت تفضلت أخي سيف فعلا، ولذلك احنا عاطينا هذا الاهتمام. نعم. عندنا أيام مفتوحة نعقدها في أماكن العامة. حلو. من أجل يعني حتى عندنا غرف بسيطة نعملها للإرشاد الوراثي. حلو جميل. اللي عندنا مشكلة أو بعض الوراثية احنا مستعدين يعني حتى نساعده في الفحوصات. نعم. اللي نسويها. إذا لكل أي واحد عنده استفسار أيضا مشاهدين الأحبة أو عنده مشكلة معينة. نعم. بإمكانه يتواصل معكم المركز الوطني للصحة الوراثية. راح نكمل حديثنا دكتور مسلم، لكن مجموعة كبيرة أيضا من الأشخاص على الخط الحين عشان ما نطول عليهم. نعم. مباشرة ناخذ مكالمة نقول صباح الخير.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلين، كيف أهلين الحال؟ أهلا وسهلا أختي، كيف حالك؟ الله يعطيك العافية، الحمد لله. يعافيك يا رب العالمين. معنا معاكم أم زهور. أم زهور، يا مرحبا بكم زهور، واستفسارك على طول. يا أهلا وسهلا. استفساري، أنا عندي بنت، طبعا أنا علاقتي مع زوجي اللي هي من اللي هي من يعني من الأهل. نعم. إنزين، فسبحان الله عندي بنت الحين صار عمرها 12 سنة. إنزين. وهي مصابة بالأمراض، آمين، وهي مصابة بالأمراض الوراثية، مرض يعني وراثي. مثل ما تقول عقلي يعني، حتى الحين لما تروح نعم. المدرسة الحين في فصل اسمه أول فكري. صحيح. إعاقة ذهنية عندها. إعاقة يعني إعاقة ذهنية، بس يعني العقل متأخر شوي عن سنها. نعم. تقريبا بأربع سنوات لما عملنا لها فحوصات كذا في المستشفى الجامعة وكذا. نعم. فهل في حلول يعني في هذا السن ممكن إني أساعد البنت بحيث إنه يتواكب العقل مع العمر؟ نعم. إذا كان في ممكن نروح لمراكز محددة، لأن الحين في المدارس يعطوهم الحين يعمرها 12 سنة. نعم. لا زالت سؤالك واضح. يعطوهم أيوة يعطوهم الحين. نعم. اللي هو ما الألف والباء وكذا، هذه الكلمات البسيطة يعني مكون من الأب والأم. نعم. فمتى الطفلة تقدر لما تبلغ سن المراهقة سن العشرين؟ نعم. متى تقريبا إحنا نقدر نساعد الطفلة بحيث أنها يتواكب العقل مع العمر؟ نعم، شكرا لك، شكرا لك يا أم زهور. شكراً. سؤالك واضح، شكراً، بارك الله فيك. شكرا على مشاركتك، ونتمنى إن شاء الله تعالى الصحة والعافية دائما، والله يحرسها إن شاء الله تعالى طفلتك. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا وسهلين اختي، كيف حالك؟ الحمد لله. من معنا؟ من معنا؟ معكم محمد. أم أحمد، حياك الله يا أم أحمد، يا مرحبا بك في قهوة الصباح. اليوم موضوعنا عن الأمراض الوراثية، وإيش استفسارك للدكتور مسلم؟ والله حابة أسأل أخوي لو سمحت، حابة أسأل الدكتور مسلم بالنسبة للعيادات يسمعك. الموجودة العيادات الموجودة عندنا. ألو. واصلي واصلي اختي، نسمعك، احنا نسمعك والدكتور مسلم يسمعك ايضا. ايوه العيادات اللي موجودة عندنا اللي هي الفحص قبل الزواج. نعم. يعني لما الممرضة تطلع اجازة ما يكون حد فيها. الناس يكون عندهم مواعيد، نروح نراجع مرة مرتين ثلاثة، لان الممرضة ما موجودة. فهنا فيكون في خلل يعني، واحنا راح نغلق هذا الباب يعني في العيادات، يعني الناس ما راح يتواصلوا في هذه الحالة. نعم. أيوة. شكرا لك، شكرا، شكرا لك يا ام احمد، شكرا لتواصلك معنا في برنامج قهوة الصباح. ولو في مكالمه ايضا مشاهدينا بامكانكم التواصل معنا، ارقام الهواتف البرنامج بامكانها ايضا تظهر تباعا على البرنامج. نبدا دكتور مسلم مع ام زهور. نعم. يعني ربما تتكلم عن زواج الاقارب وانها انجبت طفله، ربما عندها اعاقه ذهنيه متاخره باربع او خمس سنوات حسب اقوال المختصين. صحيح، لكن الأمر حساس في موضوع زواج الأقارب. احنا قلنا 51% من الأمراض اللي عندنا أمراض الخلل الجيني المتنحي موجود سواء بالأقارب أو غير الأقارب، لكن في حقيقة يجب أن لا نتغاضى عنها. احنا عندنا كل إنسان عنده مجموعة من الجينات معطوبة أساسا، يعني 6 إلى 10 جينات معطوبة، وهذه الجينات المعطوبة ما راح تظهر بشكل مرضي عند الطفل اللي راح يولد إلا إذا التقت بجينات معطوبة يعني مثلها. نعم. وما تكون مثلها إلا لما يكون القرابة شديدة. صحيح. هناك نسبة، ولكن نعم. الأمراض المتنحية سواء من أقارب أو غير أقارب. نعم. فزواج الأقارب ليس له علاقة مباشرة أو صحيح. معنى آخر مشكل هاجس كبير عندنا. ترى هذا الهاجس اللي الحين حاصل، يعني ربما دائما يتكرر مفهوم زواج الأقارب والخوف الشديد اللي يحصل في هذا المجال. نعم. ليس بالضرورة، ولكن من باب الاحتياط لربما دكتور والحذر، الواحد الفحص يقوم قبل الزواج، الفحص ما قبل الزواج، هذا كلام صحيح، يعني تجنبا لأمور لا تحمد عقباها تحدث لاحقا. لكن أيضا الناس اللي هم ما أقارب أساسا قد يكون أيضا يعني مصابين عندهم أو حاملين. نعم. صح. بس سؤال الأخت اللي هو موضوع الإعاقة الذهنية والمنتال ريتارديشن، هذا إما يكون يعني في واحد كذا يعني ولد بمتلازمة أساسا اللي هي عقد ذهنية. نعم. أو إن يكون جزء من متلازمة. صحيح. في كل الأحوال التعليم المكثف والمبكر جدا مهم. أو قبل كل حاجة طبعا مراجعة العيادات، وهي تراجع مستشفى الجامعة، ومستشفى الجامعة طبعا متقدم في هذا المجال أكيد. فمتابعة نمو الطفل نفسه بشكل دوري. نعم. ومن ثم التأكيد على أن الوسائل الاستقبال الحسي مثل السمع والنظر يعني سليمة. هنا يبدأ موضوع علاج النطق والعملية التعليم المبكر المكثف. هم طبعا بما أن حصل معاهم تأخر ذهني
لن يكون في موسع مداركهم استقبال ما يستقبله الطفل الآخر لنفس السن، راح تتأخر. صحيح. لكن العمل الجاد على الحد من هذه المشكلة بالتعليم المبكر والمكثف في مراكز متخصصة أو عن طريق، حتى أنا أحيانا أكلم الآباء والأمهات على أن يخلقوا جو في البيت كذا. صحيح. يستعينوا بالأطفال الثانيين إخوة الطفل هذا نفسه. نعم. يخلقوا جو من اجتماعي، لأن إحساسه أنه مختلف هذه مشكلة كبيرة. وبالتالي إذا حس أن إخواني يعاملوه بالمثل أو نفس الشيء إن شاء الله راح يساعده أكثر. فأختي الكريمة، التعليم المبكر والمكثف، كذلك معالجة الأمراض العضوية الأخرى المصاحبة، يعني أحيانا مثلا يكون عندهم خلل في القلب، خلل في الغدد، مشكلة مرضية معينة أخرى، يجب معالجتها من أجل استقبال التعليم معاه يكون أكثر فعالية. صحيح. ويبالى صبر. نعم. طيب السؤال الآخر اللي هو موضوع العيادات. أيوة. يعني هذه أمور إدارية. المفترض أن الخدمة يعني المدرجة يتم يعني توفيرها سواء حضر الشخص. صحيح. أو غير. فأحيانا يحصل جدول الزمن المخصص والمذكور في العيادة. ما أعتقد أنها مشكلة يعني كبيرة، ولكن أحيانا يعني تدري يوم كذا يوم كذا يحصل لظروف ربما خارج عن إرادتكم. صحيح. ولكن الخدمة موجودة والمستشفيات ما هي متباعدة. وممكن تحصلها في أي مكان بإذن الله، ومثل ما قلت الهدف في النهاية صحة المواطن وأن يكون مواطن منتج. وتحية أيضا لبعض الجهات، أيضا نحن نتكلم عن الجهات الحكومية. صحيح. وما مقصرين دوركم. صحيح. تحية أيضا للجهات اللي ربما المستشفيات الخاصة أيضا اللي تقدم أحيانا بعض هذه الخدمة بشكل مجاني. والوزارات الأخرى أخي سيف. نعم. التنمية الاجتماعية تشكل حجر الأساس في توفير الأجواء المفروض يتوفر للطفل المعاق سواء ذهنيا أو اللي. نعم. عنده يعني إعاقة ذهنية وحسية وحركية، فهم يوفروا الجو هذا. نعم. وبكتهدين يعني، بس نرجع ونقول إن إحنا طموحنا أكبر من كذي إن شاء الله، ولكن نسعى وإن شاء الله نصل بإذن الله. بإذن الله تعالى. بأمانة موضوع جدا مهم مشاهدينا، نتكلم اليوم عن الأمراض الوراثية، موضوع جدا يؤرق الكثير من الأسر، يؤرق أيضا الشباب الشابات أولياء الأمور والآباء والأمهات. إحنا خاطرنا نطول معك دكتور مسلم في هذا الموضوع، ونستقبل أيضا مزيد من الاتصالات، ولكن لضيق الوقت لذا رسالة أخيرة حاب توجهها عن موضوع الأمراض الوراثية من خلال شاشة برنامج قهوة الصباح. نعم. الرسالة اللي حاب أوجهها هو البحث عن الإجابة، يعني كل من عنده مثلا حد من أقارب عنده مشكلة وراثية معينة، إحنا وجدنا من أجل خدمتهم، وبالتالي البحث عن هذه المعلومة ومن ثم يعني يشوف إيش المتوفر عشان يساعد فيها. أرجع وأثني على أهمية الفحص قبل الزواج بالنسبة لأمراض الدم الوراثي في الوقت الحالي. عملية الفحص ما قبل الزواج يا جماعة الخير هو ليس يعني هي خيار بس إقراري من أجل إن ما يكون معنا أطفال مصابين مستقبلا نندم ونتعب إحنا. صحيح. وطبعا المصاريف اللي راح تصرف على هذه الأطفال اللي ممكن كان يعني نوفرها لشيء آخر يخص. نعم. هذا الطفل. صحيح. كتعليمه وصحة وغيره. فالفحص قبل الزواج مهم جدا إخواني ومتوفر، وإذا ما كان موجود الطاقم اليوم راح نوجد. نعم. بكرة إن شاء الله ما نستعجل بإذن الله تعالى. دكتور مسلم بارك الله فيك وجزاك الله خير. دكتور مسلم بن سعيد العريمي، اختصاصي علم الجينات والوراثة الجزيئية بالمركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني، سعدنا اليوم بوجودك في قهوة الصباح. شكرا جزيلا لك. شكرا أخي سيف، وإن شاء الله نكون رسالتنا الإعلامية إن شاء الله تكون واضحة بإذن الله تعالى. لذا إذا مهم مشاهدينا الأحبة المتابعين لبرنامج قهوة الصباح فيما يختص الأمراض الوراثية، إذا ضرورة الوعي والثقافة والتعرف على كل الأمور المرتبطة بالأمراض الوراثية شيء مطلوب وجدا مهام وضروري لجميع الأسر في المجتمع. متواصلين في برنامج قهوة الصباح وفي جعبتنا أيضا مواضيع ذات أهمية تقترب من تفاصيل حياتكم اليومية، ولكن بعد الفاصل فتابعونا.